نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجه ايه يا عم حسن؟ هنعمل النهارده منيو عشان ايام الشتاء الجميله. طب تعالى نعرف القايمه بتاعتنا عباره عن ايه. القايمه بتاعتنا هنعمل اول حاجه شوربه، وهنعملها شوربه بطاطس. وبعد كده هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعمل كفته، بس كفته هشه، ونعرف التركه بتاعتها هتبقى هشه واحده واحده. كفته هشه. وبعد كده يا عم حسن هنعمل فرخه مشويه على زجاجه عشان تعتق معايا بالبهارات بتاعتها. وبعد كده هنعمل مكرونه بالصلصه الحمراء. تقدري تغيري نوع المكرونه، اعملك سباجيتي، تقدري تعمليها قلم، تقدري تعمليها اي حاجه، اي نوع شكل من اشكال المكرونه زي ما انت عايزه. تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف تفاصيل هنعمل ازاي شوربه البطاطس، وهنعمل ازاي الكفته الهشه دي يا حسن. يبقى هنعمل الكفته الهشه. انا حاطط واحد لواحد، يعني واحد لواحد، حاطط لحمه كوبايه لكوبايه رز. عايزة حضرتك تبقى هشة وهشة أكتر، حضرتك تديها واحد كمان لباب خبز مع الرز ومع اللحمة، كمان واحد لباب خبز، كوب كباب خبز. طب تعالى نتعرف على المقادير. اكتبي مقادير شوربة البطاطس والكفتة الهشة بكل حركاتك، ونرجع نعمل التريكات. هنعمل ازاي الشوربة؟ أول حاجة عشان أعمل الشوربة أدي مقاديري: معلقتين من الزبدة أو السمنة، و150 بصل مكعبات، و2 فص ثوم مخبوزين. ازاي اتخبزوا؟ دهنتهم زيت زيتون بالقشره بتاعتهم، ودخلتهم الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه عشان استمتع بطعم الثوم بدون اي ريحه. بعد كده عم حسن بديله في 50 جرام كرات، و10 جرام كرفس، ونص كيلو بطاطس تكون متقطعه مكعبات صغيره، واتبله ملح وفلفل وجوزة الطيب، واحط له لتر شوربه فراخ او شوربه خضار. وبعد كده عم حسن بحبها تبقى اعلى واعلى، بديها نص لتر من كريمه الطبخ وشويه بقدونس مفروم. نقول من الاول خالص عشان نعمل شوربه بطاطس بحركاتك وتكاتك، نعملها ازاي؟ معلقتين سمنه او زبده او معلقتين زيت زي اللي حسب امكانياتك، و150 بصل مكعبات، و2 فص ثوم مخبوزين. عملتهم ازاي؟ بقشرهم، دهنتهم زيت، وحطيتهم في الفرن على درجه حراره 100-200 لمده ساعه. وبعد كده اقشره، يبقى عندي بوريه معجون خالص الثوم. وبعد كده عم حسن بديله 50 كرات، و10 جرام الكرفس، ونص كيلو بطاطس مكعبات، وتبلها ملح وفلفل وجوزة الطيب مهمه جدا، وانزل عليه بشوربه، تكون عندي شوربه فراخ او شوربه خضار، يا ده يا ده، او ميه، وشديها مكعب مرق. وبعد كده عم حسن عايزاها غنيه كويس قوي، بتديها كوبايه ونص من ايه عم حسن؟ من كريمه الطبخ. وبعد كده طب ربع لتر من كريمه الطبخ، كوبايه كبيره مش نص كيلو، ربع كيلو من كريمه الطبخ، وشويه كزبره مفرومه للديكور. طب تعالوا نشوف الكفته هنعملها ازاي. الكفته سهله جدا جدا. عشان نعمل كفته هشه بمزاج وبروقان، بجيب نص كيلو لحمه تكون مفرومه وملبسه، يعني ايه ملبسه؟ يكون فيها دهون زياده، وادي لها نص كيلو رز مصر على قدها. عايزاها تكون هشه اكتر، هتديها كمان ربع كيلو من لباب الخبز، هتاخد العيش الفينو بتاعتك، تاخد اللباب بتاعها وتضيفيه على الرز وعلى اللحمه. وهنتبلها ايه؟ هنتبلها ملح وفلفل، وهديها كمان شويه بهار لحمه. وتعالي بقى شوف الخضره كمان، حطي بقى شبت، حطي بقدونس، حطي كزبره، وحطي كمان ثوم مفروم، وحطي بصل مبشور. يبقى التتبيله ملح وفلفل وبهار لحمه. اما الخضار عندي ايه؟ الخضار شبت وبقدونس وكزبره خضراء وثوم مفروم وبصل مبشور. ده مع بعض تستخدمهم يسمغوا. بعد ما يسمغوا هنسويهم. هنسويهم ازاي؟ بحط على النار معلقتين سمنه، وبعد كده بحط فيها نص لتر ميه بتغلي، وارص صبايع الكفته على عكس بعض، عامله زي الايه؟ المدرجات. هوريها لك ازاي. بعد ما تستوي لمده ساعه ببردها، وبعمل لها ايه يا عم حسن؟ بعمل لها رو. الرو بتاع 2 عدد بيض مع شويه ملح مع شويه فلفل مع نص كوبايه من الدقيق، واديها بطنها بالدقيق، وبعد كده انزلها زيت سخن بيقلي. هقول لك تاني، انا بعد ما سمقت الكفته كويس اسويها ازاي؟ واحط معلقتين سمنه مع نص لتر ميه بتغلي على النار، وارصهم واغطي عليها لمده ساعه. بعد كده بسيبها تبرد، بعد كده ببطنها ببيض مع ملح مع فلفل مع لبن، وبطنها دقيق واقليها في الزيت القليه.